بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلاب، درسا جديدا من دروس اللغة الفرنسية عبر مبادرة مسارات. طبعا هذا الدرس هو من دروس المراجعة لما مر معنا سابقا. طبعا الدرس هو لو مود دو لانفينيتيف، لو مود دو لانفينيتيف، انفينيتيف صيغة المصدر يعني الفعل بدون تصريف. ما معنى الفعل بدون تصريف؟ يعني الفعل بدون تصريف، بدون ما نحن نغير فيه شيء، هو الفعل كما هو موجود. طبعا عندنا نحن مقدمه اولا لي مود الصياغ، في عندنا كاتر مود بيرسونيل، اربع صيغ شخصي، اللي هي انديكاتيف صيغه دلالي اللي هي بتحوي زمن لو بريزون الحاضر، لامبارفي الماضي الناقص، لو باسي كومبوزي الماضي المركب، لو فيتير سامبل المستقبل البسيط، وهكذا. هذه هي الأزمنة التي مرت معنا سابقا. أيضا لدينا لو سوبجونكتيف صيغة النصب، ولدينا أيضا لو كونديسيونيل صيغة الشرط كمان أخذناها سابقا، وأيضا لدينا الامبيراتيف صيغة الأمر. هذه الصيغ اسمها صيغ شخصية، ولدينا أيضا صيغتان امبيرسونيل، صيغتين غير شخصيات يعني غير شخصية، هي الانفينيتيف المصدر، الانفينيتيف المصدر طبعا، ولدينا ايضا لو بارتيسيب صيغة اسم المفاعل، لو بارتيسيب بريزون اي لو بارتيسيب باسي واسم المفعول. اذا اسم الفاعل واسم المفعول. صيغة المصدر الانفينيتيف اي لا فورم نومينال دو فيرب سان سبيسيفيكاسيون دو تون se termine par er, ir, re, o, ir. ايش معنات هذا الكلام؟ المصدر هو الشكل الاسمي للفعل بدون تحديد للزمن، يعني ما بنحدد زمن، الشكل الفعلي للاسم، يعني عفوا هو الشكل الاسمي للفعل، يعني مثل كانه بنقول نحن الاكل، الشرب، هذه هي افعال، ولكن هذه الافعال تكون نهايتها er, ir, re, o, ir. لا، عندنا الانفينيتيف بريزون صيغه المصدر الحاضر، هو شكل فورم سامبل، شكل بسيط مثل مانجي ياكل، الي يذهب، فينير ينهي، بارتير يرحل، بوار يشرب، بروند يتناول او ياخذ، ريسوفوار يستلم يستقبل، بوفوار يستطيع. لاحظوا هذه الافعال، الفعل الاول انتهى او ار، عندنا نهايه فعل اي ار، عندنا ار او، عندنا ار او، عندنا او اي ار، هذه هي نهايات الافعال. مجرد كان الفعل هكذا فهو يعتبر مصدر، يعني فعل بدون تصريف. هذا هو الشكل البسيط. ام ولدينا انفينيتيف باسي، انفينيتيف باسي طبعا هنا لدينا خطا، هو اف وليس في. انفينيتيف باسي صيغه المصدر الماضي وهو الشكل المركب. لماذا شكل مركب؟ لانه يتالف من فعل مساعد avoir أو إتر بدون تصريف مع اسم المفعول، مثل avoir mangé إتر ألي، avoir mangé إتر ألي. الآن استخدام صيغة المصدر أمبلوا دو لانفيني، متى أستخدم صيغة المصدر؟ أن أمبلوا لانفينيتيف أبغي أن فيرب كونجيكي، نستخدم صيغة المصدر بعد فعل مصرف. يعني أنا إذا عندي فعل مصرف، عندي فعل مصرف معناته الفعل الذي يأتي بعد الفعل المصرف يجب أن يكون بدون تصريف. Example: J'aimerais visiter la ville. J'aimerais أحب visiter أن أزور la ville المدينة أو أحب زيارة المدينة. لاحظوا هنا visiter verb visiter er بدون تصريف. لماذا؟ لأن فعل يحب مصرف. Tu peux répondre à cette question? Tu peux répondre à cette question. هل تستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ لاحظوا répondre. ماذا ينتهي؟ ينتهي re فعل غير مصرف. لماذا؟ لأن فعل pouvoir هنا مصرف. Cette porte doit être fermée la nuit. Cette porte هذا الباب doit يجب être fermée أن يغلق la nuit. لاحظوا هنا اتر بدون تصريف بينما دوا مصرف فعل مصرف. J'ai cru pouvoir le persuader. ظننت أنني قادر على إقناعه. ظننت أنني أستطيع إقناعه. لاحظوا pouvoir
بدون تصريف، بدون تصريف، وفعل كوار مصرف هنا. إذا عندما يأتينا فعل مصرف فإن الفعل الثاني يكون غير مصرف. دو هنا بالانفينيتيف أبخي لي بريبوزيشن، نستخدم أيضا المصدر بعد حروف الجر كما مر معنا في الدرس السابق. بعد بور، لاحظوا بور وفان دو، نضع الفعل بدون تصريف. Exemple. Réfléchissez bien avant de répondre. Réfléchissez bien avant de répondre. لاحظوا avant de هنا حرف جر. Répondre بدون تصريف. فكروا جيدا قبل أن تجيبوا. Sortez sans faire de bruit. اخرجوا دون أن تثيروا ضجة. اخرجوا دون أن تعملوا ضجة. لاحظوا. Faire بدون تصريف، لماذا؟ لأنه son حرف جر. Je suis allé à la mer pour nager. ذهبت إلى البحر كي أسبح. Je suis allé à la mer pour nager. ناجي هنا بدون تصريف لأنه يوجد لدينا pour حرف جر. Préposition. J'ai commencé à écrire le devoir à 8 heures. J'ai commencé à écrire le devoir à 8 heures. بدأت بكتابة الواجب، بكتابة الوظيفة في الساعة 8. لاحظوا هنا écrire بدون تصريف، لماذا؟ لأنه يوجد لدي هنا حرف جر. Le médecin m'a dit de faire du sport. Le médecin, الطبيب، m'a dit طلب مني، قال لي de an faire أمارس du sport رياضة. الطبيب قال لي أن أمارس رياضة. لاحظوا فير بدون تصريف، لماذا؟ لأنه يوجد لدينا بريبوزيسيون حرف جر. اسكيليا ان كيستيون، هل هناك أي سؤال هنا؟ في أي سؤال لحد هون؟ لا أستاذ، واضح. تمام. 3 أون أم بلوا لانفينيتيف كوم أنو، ممكن أنه كمان نستخدم المصدر، المصدر أو الفعل بدون تصريف كاسم، كاسم يعني، يعني أنا مشان ما أروح أدور على اسم، خلص الفعل هو نفسه بصير اسم. لاحظوا مثال. Partir c'est mourir un peu. Partir فعل يرحل، ومورير فعل يموت. هنا استخدمتها كأسماء. Partir السفر. C'est هو، مورير الموت، un peu بشكل بطيء، يعني السفر قطعة من النار. Faire du sport. Faire du sport. Faire فعل يمارس. Sport رياضة، يمارس الرياضة، يعني ممارسة الرياضة. إيكيل مفيدة pour la santé، الصحة. هنا لاحظوا استخدمنا المصدر كاسم. نتبني ملاحظة. الانفينيتيف على فور نيجاتيف، المصدر بالشكل المنفي. بتقول شلون الانفينيتيف المصدر الفعل بدون تصريف بده يكون بالنفي. تتذكر شلون؟ يعني النو والبا أو النو والجمي والنو والريان أو النو والبلي، هدول تبعيات النفي اللي بنحطن واحدة قبل الفعل وواحدة بعد الفعل. الجزء الثاني بالمصدر، أين توجد هذه الأجزاء النفي؟ وين بنحطن؟ أين نضعها؟ اثنيناتن قبل الفعل. أيوة برافو، إذا اثنيناتن قبل الفعل. ملاحظة، لاحظ. نو با زونتري، نو با زونتري، عدم الدخول. Ne pas avoir compris. لم يفهم. Ne plus fumer. لم يعد يدخن. لاحظوا. Ne plus. Ne pas. وأين وضعناها؟ وضعناها قبل الفعل بالمصدر. أما عندما نصرف الفعل فنضع ne قبل الفعل المصرف و pas أو plus أو rien بعد الفعل المصرف. Exemple. Le prof demande aux élèves de ne pas parler en classe. Le prof demande. يطلب الأستاذ aux élèves من التلاميذ de، لاحظوا حرف الجر de، حرف جر هنا de، parler بدون تصريف، الفعل منفي فمنحط ne pas، de ne pas parler، ألا يتكلموا en classe في الصف. إذا حذفنا ne pas صارت يطلب الأستاذ من التلاميذ أن يتكلموا في الصف. تمام؟ واضح؟ مثال آخر. Ne pas dépasser la dose prescrite. لاحظوا هنا هذه توجد على الأدوية. Ne pas
ne pas dépasser عدم تجاوز la dose الجرعه prescrite المحدده. هذه على علب الدواء تكون الجمله موجوده. Notabene de ملاحظه اخرى on emploie l'infinitif avec les verbes qui expriment la perception يعني نستخدم المصدر مع الافعال التي تعبر عن الادراك مثل voir يشاهد او يرى regarder يشاهد apercevoir يلاحظ entendre يسمع écouter ينصت sentir يشعر ب هذه الافعال نستخدم ايضا بعدها الفعل بالمصدر مثال je regarde la pluie tomber je regarde انا اشاهد la pluie المطر tomber يسقط يعني بمعنى أنا أشاهد المطر الذي يسقط، هيك الجملة هي بالأساس. هي هيك معنى الجملة، أنا أشاهد المطر الذي يسقط. فهون ما في داعي نكتب نحن الذي يسقط، فمباشرة بنحط الفعل بدون تصريف، مع أفعال يرى، مع أفعال يلاحظ، مع أفعال يسمع وهكذا. وممكن نقول جو روغارد أنا أشاهد تومبي لا بلوي، هطول المطر. هطول المطر. يعني ممكن تقوله أشاهد المطر يسقط أو يهطل وممكن تقوله أشاهد هطول المطر. مثال آخر j'ai vu رأيت les enfants الأطفال traverser la rue يعبرون الشارع. ممكن نقول j'ai vu traverser les enfants la rue يعني أشاهدت عبور الأطفال للشارع. j'ai entendu crier سمعته يصرخ. Je l'ai entendu, سمعته crier, يصرخ. On a senti quelqu'un bouger. شعرنا بأحد ما, شعرت بأحد ما bouger, يتحرك. الآن صيغة المصدر الماضي. صيغة المصدر الماضي. نحن قلنا صيغة المصدر الماضي هي صيغة مركبة. تتألف من فعل مساعد, avoir بدون تصريف أو إتر. زائد اسم المفعول. الإكسبريم إن أنتيريوريتي تشير إلى الأسبقية في الحدوث. يعني شلون أسبقية في الحدوث؟ يعني حدثت قبل حدث آخر. إكزام أبغيز أوار في سي دوار إلي سورتي. لاحظوا أبغي بعد أفوار في بعد أن كتب. لاحظوا أفوار بدون تصريف في اسم مفعول. بعد أن عمل أو حل أو كتب سي دوار وظائفه إلي سورتي خرج. إذا هنا في عندي واحد حدث قبل الآخر. إذا خلص كتابة وظيفة قام هوني خرج. إلي سور هي متأكدة. هي متأكدة. ديتر رونتري أنها عادت شيزيل إلى منزلها أفاميدي قبل الظهر. هي متأكدة أنه عادت قبل. يعني هي الآن هلق متأكدة أنه عادت فعل ماضي. إتر بدون تصريف. لماذا؟ لاحظوا هنا حرف جر دو وأبري حرف جر. Il me semble. Il me semble فعل مصرف. Il me semble يبدو لي le lui avoir dit أنني قلت له ذلك. لماذا avoir بدون تصريف؟ لأنه هذا لدينا فعل مصرف. طبعا هنا نستخدم صيغة المصدر الماضي اللي هي بتكون طبعا هاي إذا أنتم عم تقرأوا ومر معكم تعرفوا أنه هذا المعنى هون صيغة مصدر ماضي بيكون فعل أفوار بدون تصريف مع اسم مفعول أو إتر بدون تصريف مع اسم مفعول. هذا هو درسنا لهذا اليوم. هل هناك أي سؤال؟ في أي سؤال؟ لا أستاذ واضح.